مرحبا متابعينا الكرام، أنا المهندسة فرح من مجموعة الجيدرا. اليوم حنحكي عن موضوع كتير مهم بالتصميم الداخلي، واللي هو تصميم مدخل الفيلا. مدخل الفيلا بتجي أهميته أنه بيعطينا الانطباع الإيجابي الأول عن التصميم، فلهيك لازم نهتم بكل عناصر هذا المدخل وانسجامه مع باقي أجزاء البيت. يعني أنا ما بصير أدخل على مدخل بسيط ما في ديكور كتير هيفي بعدين فوت لاقي نمط كلاسيك، أو العكس مثلا أني أدخل على مدخل كتير الديكوريشن تبعه هيفي وفوت على نمط مثلا بسيط معاصر أو مينيماليست. نجي نحن هون رح نعطي أمثلة عن نماذج مختلفة لمداخل الفيلا بتجينا بشكل يومي. طبعا مدخل الفيلا ممكن يكون مدخل ضيق واسع، وفقا لهذا الشيء المفروض أن نعمل التصميم بحيث تتناسب حجم العناصر وألوانها مع هذا الحجم. فعنا مثلا فيلا المداخل الضيقة. بالمداخل الضيقة أحد الحلول المقترحة مثلا أني أنا أعمل جلسة من ضمن الجدار وأمامه نيش أو مكتبة رفوف خشبية. بهي المكتبة ممكن أنا أوضع مثلا إكسسوارات، أحذية، ملابس، عباءات، أي شيء بيختاره صاحب البيت. ممكن حل تاني بالمداخل الضيقة، خصوصا إذا أنا عندي مثلا درج صغير جنب المدخل، ممكن أنا أستغل المنطقة تحت الدرج بإني أضيف عنصر يعطي حيوية مثل عنصر نباتي. ممكن حتى أعمل ديكور على الحيط بألوان تكون ملفتة بس بنفس الوقت تكون فاهية وفاتحة مثل اللون الذهبي مثلا. وأهم شيء بهذا العنصر أني أنا أستخدم المرايا اللي بتعطي وساعة للمكان. أيضا الكونسول المستخدم بهذا المكان لازم أنا أستخدم عليه عناصر يكون حجمه متناسب مع صغر المكان، يعني مثلا شموع كاندلز أو عطور بخور، عناصر ديكورية صغيرة أيا كان. عندنا النمط الثاني اللي هو المدخل الواسع، بنصادفه أكثر شيء بالفيلل الكلاسيك اللي فينا نحن ناخذ راحتنا فيها، يعني فينا نعمل عنصر التناظر بشكل واضح مثل حيط جانبي على اليمين وعلى اليسار بديكور على كامل الحيط من نمط الكلاسيك، أو طاولتين على اليمين واليسار يكون حجمهم كبير وكمان بيعطوا النمط الكلاسيك. كمان فيني استخدم البوك ماتش بنقشة تكون كبيرة وتاخذ مساحة منيحة من الأرضية، فأنا هون بعطي فخامة الكلاسيك وبنفس الوقت ما بعطي زحمة بالمكان. عندنا النمط الثاني كمان ممكن يكون مدخل واسع بس بأسلوب مودرن. أسلوب المودرن هون بيكون عندي الجرأة أني استخدم مثلا ألوان دارك أو غامقة، استخدم شاندليرز كبيرة، استخدم مثلا عناصر ديكورية تكون طويلة وكبيرة جنب الكونسول. عندنا نمط تاني من المداخل واللي هو كتير متكرر وبيجينا كتير من كلاينت، اللي هو المدخل المفتوح على أجزاء تانية من البيت، مثلا مدخل مفتوح على بقية أجزاء الفيلا مثل الداينينج، الفاميلي أريا، مجلس، أيا كان. الغلط اللي دائما بيجينا بهذا النوع من المداخل أنه ما في أي عنصر يأمن فصل بين المكان والتاني، فأنا كمستخدم للبيت كتير حلو أني حس أنا أني انتقلت من مكان لمكان ولو أنا بدي مساحات مفتوحة على بعضها. يعني مثلا حس أني أنا فتت على مدخل بعدين لوبي بعدين فتت على داينينج أو فاميلي أريا أو أيا كان. كمان أنا حتى لو عاملي هذا الجزء فقط للعائلة كتير حلو أنه مثلا أنا بالصدفة فات لعندي زائر للمكان أو صديق أنه يكون فيه مأمن الخصوصية. هذا الشيء من أمنه عن طريق استخدام partitions. البارتيشنز هي حتى بتعطيني أني أنا فيني ضيف عنصر إضافي للمكان ما كان موجود، مثل جلسة جانبية مثلا جنب البارتيشن بستخدمها لشرب القهوة، للاستراحة الضيف. طبعا هذا جزء كتير صغير من المداخل، كل فيلا متميزة عن الثانية، ما تترددوا بالتواصل معنا حتى تاخذوا استشارة لمشروعكم.